شوف ايش قد من تفعيم الان هو هذا المشروع. ليش هو المشروع اللي سواه؟ انه اللاعب المغترب، اللاعب المغترب وطني على عيني وراسي، وراء ايش قد ناس منتفعه الان. نعم موجودين اللاعبين في كل العالم، بس المنتفعين مو بس من الخارج، حتى من الداخل. لهم ذيول واذرع، واللي ساهم، واللي ساهم انا قلت المؤسسه الرياضيه هي اتحاد كره القدم خلال السنتين الثلاثه الاخيره مكنت هذول الاذرع بالعمل بمؤسساتهم والسيطرة عليهم. وانت شوفوا بكل معسكر الآن يكون بالخارج، شوف التواجد الموجود هناك. ليش سويت مشروع؟ ليش ما هو حق مشروع مثلا؟ حق مشروع مثل نعم، مثل ما المغرب انتهجت واعتمدت على المغتربين. وياك حق مشروع وأنا معاه وأبصم بالعشرة، لكن مو مقابل السقط بالداخل. هات تقول صار أكو تسقيط بكل شيء بالداخل. هذا انت اللاعب بالمدرب يعني يعني الحق المشروع المكتسب إليك يبيح لك أن السقط كل ما هو بالداخل. المشروع للجميع المفروض، تمام، والفرص بالتساوي. انت اللي انتم اللي بديتوا، كل واحد بالداخل عطلات، تمام. هذا من أطلق الكلام؟ هل إحنا أطلقنا هذا المفردة؟ مش عطلات يسموكم كله؟ أنت ليش ما سامع المفردات؟ لا أنا سامع محلحل، سامع محلبي على قولك. هو هلا والعطلات والعطلات، ما هو من أطلقه شكو لاعب بالداخل عطلات، ما هذا هذا كان دائما هذا عطلات، هذول عطلات، إنه هذول العطلات. الآن حتى اللاعبين الوطنيين الموجودين محترفين مثلا بالدول القريبة خلاص لازم ينتهون، هذول أصلا هم من ضمن العطلات. مو هذا الكلام انتم اللي قلتوه الان اللي تتباكون، والله انا حزين، لا عمي لا حزين ولا كذا. خليك يا اخي، انا ما احدد مواطنه بشر ولا احدد مواطنه انسان، الوطن للجميع. لكن ما من حقك انت قاعد هناك ومتنعم وصار لك 30 سنه او 22 سنه بس تتندر وتسئلي، انت لا عايش عيشتي ولا عايش الظروف اللي عايش بيها، ومع هذا منتفع مني وتحكي علي والسقط بابناء بلدي. طيب بالعوده اللي علي كابتن علي، بس هذا الكلام اللي اقوله عندك تعقيب؟ لا مو تعقيب، بس وانما دائما يذكرها كابتن انه اكو هجمه دائما اللاعب المحلي او المدرب المحلي ما متاسس ما متاسس. شوف كابتن،